السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من التحليل المالي. معاكم عمرو الألفي، والنهاردة بنتكلم على Security Analysis أو تحليل الأوراق المالية. يمكن تحليل الأوراق المالية هو امتداد طبعا للتحليل الأساسي أو التحليل المالي، وبناء على هذا التحليل بيتم تقييم الأوراق المالية المختلفة. يمكن كلمة أوراق مالية بتعني حاجات كتير، ممكن تعني إحنا بنتكلم على ممكن تبقى بنتكلم على ستوكس، فاحنا قلنا مثلا سكيورتي اناليسيز هي ممكن تبقى ستوكس اسهم، او ممكن تبقى بونز سندات، ممكن تبقى اي حاجه تانية، ممكن تبقى ديريفاتيفز اللي هي ممكن تبقى زي اوبشنز، او تبقى ممكن نكون نتكلم على فورورد كونتراكتس، نتكلم على سوابس، نتكلم على حاجات كتير. يعني أصول أو فوائد الأصول المختلفة ممكن يتم تقييمها عن طريق ما يسمى بالـ Security Analysis. طب إيه حكاية الـ Security Analysis؟ Security Analysis زي ما قلنا حصل أزمات عالمية تاريخية، يمكن من أهم هذه الأزمات اللي حصلت طبعا سنة 1929 وبداية نسميه الـ Great Depression. الـ Great Depression دوت هو basically الكساد الأعظم، The Great Depression. ده حصل في أمريكا USA في أوائل الثلاثينات. حصل انهيار كبير جدا في أسعار الأسهم ساعتها، وبناء على هذا الانهيار ناس كتير خسرت فلوسها، ومن هنا ابتدى يبقى فيه اهتمام في الوقت المعاصر بما يسمى بالـ Security Analysis. طب مين عمل Security Analysis وابتدى يستعملها؟ كان في طبعا علماء كثر بيستخدموا أو بيبصوا على التحليل المالي بصفة عامة، ولكن السكيورتي اناليسيز ابتدى يتعرف أكتر على يد بنجامين جراهام. بنجامين جراهام هنا يمكن هو أبو التحليل الأساسي أو بن جراهام دوت اللي هو عمل تقييمات أو كتب الكتاب اللي هو اسمه سكيورتي اناليسيز. كان معاه واحد تاني اسمه ديفيد دود. بن جراهام وديفيد دود عملوا كتاب اللي هو اسمه سكيورتي اناليسيز. مين تتلمذ على ايدين العلماء دولت او الدكاتره دولت؟ تتلمذ على ايديهم طبعا وارن بافيت اللي احنا شايفين صورته على اليمين دوت. وارن بافيت دوت ممكن اهم مستثمر طويل الاجل، ما شاء الله يا ربنا يديله الصحه، الراجل معدي فوق ال 80 سنه وهو مستثمر اساسي او بيستثمر عن طريق التحليل الاساسي او تحليل الاوراق الماليه بطريقه بن جراهام. لكن ايه طريقه بن جراهام ديت وبيعملوا ايه بالظبط علشان يحللوا الشركات؟ هو طبعا شايف ان هو حصل انهيار كبير جدا في اسعار الاسهم، والانهيار دوت يمكن تسبب فيه خساره كبيره جدا للمستثمرين كتير، ولكن هو قال لا، انا لازم ابص على الاساسيات بتاعه الشركات اللي هستثمر فيها، وبالتالي احاول اتجنب هذه الخسائر. فلو احنا بصينا بطريقه مبسطه هو ايه بالظبط موضوع ال Security Analysis، هنتكلم عن سعر هذه السكيورتي او البرايس بتاعها. ببساطه جدا الكونسبت ان البرايس بتاع اي سكيورتي هيساوي القيمه الحاليه او البريزنت فاليو بتاع الكاش فلو بتاعها، لو في كاش فلوز. طيب لو احنا قلنا سعر السهم، ادي البرايس بتاع السهم هيساوي ايه؟ هيساوي الـ present value بتاعت الـ dividends بتاعته، الـ dividend الأولاني عن discount الـ dividend دوت مدة سنة، زائد الـ dividend التاني والـ discount دوت بـ discount rate وهلم جرى. لكن طبعًا لو إحنا بنقيم سهم بنقيم أسهم شركة، الشركة عمرها الافتراضي المفروض اللي هو يعني unlimited، يبقى بنتكلم عن unlimited lifetime، الشركة دي مكملة لما لا نهاية. بالتالي ما عنديش ماتيوريتي ليها زي السندات. فعشان نجيب القيمه الحاليه للتوزيعات المستقبليه ممكن نستخدم فورمولا ثانيه، وهي الفورمولا معروفه باسم جوردن جروث موديل. بتقول ان هي بدل ما احسب الكلام ده كله، لو انا شايف ان في معدلات نمو ثابته من سنه للتانيه، نفترض ان في معدلات نمو في الارباح كل سنه ب 10%، كل سنة ب 10%، ده ببساطة جدا ممكن أقول أنا أجمع الكلام ده كله، أقول التوزيعات السنة الجاية اللي هي دي 1 لو قسمتها على
الديسكاونت ريت بتاعي ماينس الجي، والجي هنا هتبقى هي 10%، هيساوي لي الاثنين دولت هيساوي بعض، يبقى هنلاقي ان قيمه الاسهم هو ده بالظبط، هو ده الاثنين هيساوي نفس القيمه. دي معادله معروفه جدا، منها نقدر نطلع منها معادلات اخرى كتيره جدا هنتكلم عليها في الحلقات الجايه ان شاء الله. بكده تنتهي حلقتنا، ونلتقي ان شاء الله في حلقه جديده قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.